فيما يتطلع إليه المحافظون من تحقيق فوزهم بهذه الانتخابات، نحن لدينا تلك المؤكدات التي تؤكد على أننا نهتم بإصلاح ما أفسدته السياسات السابقة من إعادة الإصلاحات التشريعية، ونهتم بتحقيق الآمال التي تتطلع إليها الملايين. يقول البعض أن تحققت تلك النسب بمقدار 80 نقطة، ولكن هذا ما لا أوافق عليه من كلام جو. لدينا تلك الطريقة الصعبة التي ينبغي علينا أن نسلكها حتى نكون قادرين على أن نحقق تلك الأشياء التي لم تتحقق من قبل. لقد أنفقت المليارات من الدولارات، وتحدثنا عن ذلك في المناظرة، وصديق من أصدقائي قال أنني قد أبليت بلاء حسنا في ذلك النقاش أو في تلك المناظرة. إذن ينبغي علينا أن نفعل ما ينبغي علينا أن نفعله، وحين يكون أمامك شخص قد يرى نظريا أن من السهل أن تهزمه في أي مناظرة، ولكن حين يكون هذا الشخص ممن يعتقد بالأفكار الراديكالية والأفكار اليسارية، فيكون أمر هزيمته سهل. لقد تسببوا في إحداث أو في جعل حدودنا الجنوبية في أسوأ وضع لها في تاريخنا. هم يتحدثون عن حرية التعبير، وانظروا إلى كيف إلى الطريقة التي يتصرفون بها مع الصحافة، انظروا إليها. توجد كثير من الصحافة، ويوجد كثير من الأخبار الزائفة. ننظر إلى هؤلاء الذين يتحدثون عن الحزب الديمقراطي وجي اف كي وكمالا هاريس والرعاية الصحية والتحكم في الأسعار وحماية رجال الشرطة، يقولون هذا كله، ولكن يبدو ألا تغير في الأفق. يتحدثون عن الأطفال الذين يتركون دون رعاية من آبائهم. هذا الأمر نحن لا نحبه. دون توافر رعاية صحية للأطفال كيف نفعل؟ كيف يتساءل الآباء ماذا جرى لأبنائهم؟ ننظر إلى هذا الحزب الديمقراطي الذي تسوده الآن روح فاشية، وتسيطر عليه مجموعة كمالا هاريس. نحن هنا في هذا المكان في هذه الولاية الرائعة، وحين أفكر في قضيتنا ينبغي أن نرفع عاليا علمنا الأمريكية العظيم، وعلينا أن نحيي أعضاء الكونغرس رجالا ونساء الذين يحرصون على أن يعلوا من شأن العلم الأمريكي حيثما كان. هؤلاء الذين حرقوا العلم الأمريكي في كل مكان، فهذا معنى أن هؤلاء الذين حرقوا العلم الأمريكي معناه أنهم يفعلون عملاً غير دستوري، ولا يحترمون العلم الأمريكي ولا يحترمون الدستور الأمريكي. نحن نريد أن نهتم أن نخطو بالولايات المتحدة الأمريكية خطوات نحو الأمام.
فخصومنا قد يعتقدون بآراء وأفكار غير الأفكار التي نقاتل من أجلها. نحن نعتقد أن أمريكا ينبغي أن تكون قوية وأن تكون وقد كانت أقوى منذ 4 سنوات مضت، ولم يكن في العالم تلك الحروب التي يشهدها الآن. ذلك الدعم، أو رأينا تلك المشكلات مرة أخرى مع لقاحات كوفيد-19. كان البعض يتحدث عن الخصوم السياسيين وجعل خصومهم السياسيين يلوذون بالصمت، ولكن نحن نتحدث عن تلك المناظرات السياسية وما يجري فيها من حوارات ومناقشات بشأن القضايا الدستورية وحكم القانون. وقد يقول البعض أنني خطر على الديمقراطية، فكم مرة سمعتموهم يتحدثون عن تلك النقاط، يقولون أن دونالد ترامب هو تهديد للديمقراطية. هذه كلها مزاعم نسمعها من أعضاء الحزب الديمقراطي. هل أجروا الانتخابات التمهيدية عندهم في الحزب؟ هل جو بايدن استطاع أن يحصل على تلك الأصوات؟ رأيناهم يهملون أصوات 40 مليون من المصوتين، وأرى أن جو بايدن كان أسوأ رئيس مر على الولايات المتحدة الأمريكية. هم يتجاهلون هذه الأعداد الهائلة ممن كان ينبغي أن يصوتوا له، ويسعون على الجانب الآخر أن يسمحوا بالملايين من المجرمين وخريجي المصحات النفسية أن يتدفقوا إلى بلدنا. هذا وضع غريب، هذا أي شيء يعد تهديدا للديمقراطية. حركتنا تؤكد على أن من يعتلي سدة الحكم هو من يأتي بالطرق الديمقراطية ومن يهتم بتلك القيم التي نتشاركها جميعا طوال الوقت وطوال حياتنا. لدينا كثيرون منكم قد سمعوا هذا الكلام، قد يكون شخصا محظوظا جدا ومحترما جدا، وعلى مدى تلك الأسابيع الستة أو الأشهر الستة عشر الماضية هو روبرت إف كينيدي. رحبوا به. هو يستحق كل هذا الاهتمام منكم. على مدى الشهور الستة عشر الماضية كان كينيدي يجري حملته الانتخابية منافسا ضمن المنافسين المترشحين للانتخابات، ولكن هو لو أنه قد سمح له أن يخوض الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي لكان سهلا عليه جدا أن يهزم جو بايدن،
ولا استطاع أن يحصل على ما يزيد على 56% من الأصوات لصالحه، فكان لديه من الأمريكيين الملايين والملايين الذين يدعمونه ويساندونه في هذه الانتخابات التي لم تجرى. فروبرت كينيدي هو رجل عظيم، وهو من أسرة الرئيس جون كينيدي، وأنا فخور به جدا. أدعوكم لأن ترحبوا به وأقدمه لكم، وأدعوكم لأن ترحبوا به وأن تحيوه.